بهذا الفيديو رح نتعلم أكثر وأكثر على الإيكوال فيكتورز والأوبوزيت فيكتورز. عندنا نحن هون given MARO is a parallelogram of center T. نحن بنعرف opposite sides of a parm are equal and parallel, وهيدي parallel لها وإيكوال لها. كمان هيدا السايد ال MT equal لل TR, وهيدي اللي هون إيكوال لهيدي اللي هون. أول شيء ام فيكتور ام اي, بدي انتبه بدي ميز بين الفيكتور وبين الديستانس. الفيكتور بده يكون ايكوال للفيكتور الثاني لما يكونوا سيم دايركشن, يعني يا بارلل يا على نفس الخط, وسيم سنس وسيم ماجنيتيود, نفس الوجهه, يعني يا اتنيناتهم للشمال يا اتنيناتهم لليمين يا اتنيناتهم لفوق يا اتنيناتهم لتحت, وسيم ماجنيتيود نفس الطول. بينما هاي اللي هون اللي بلا فيكتور معناتها بس عم بيحكي عن ديستانس, يعني ما خصني اذا كانوا بارلل ولا إله على اذا كانوا مش نفس الوجهه, يعني واحده رايحه على الشمال واحده رايحه على اليمين, لانه مش حاطط فيكتور هون, كنا عم بيحكي عن ديستانس بس. ماشي, بينما هون كنا عم بيحكي عن ديستانس وبارلل او سيم ستريت لاين وسيم سنس, نفس الوجهه بده يكون. خلينا نبلش نشوف اذا فيكتور ام اي ايكوال فيكتور او ار. هل فيكتور ام اي ايكوال فيكتور او ار؟ هل الام اي والاو ار بارالل؟ يس. هل الام اي والاو ار ايكوال اس ديستانس؟ يس. هل الام اي السنس فروم ام تو اي از ذا سيم اس سنس فروم او تو ار؟ يس. الاثنين رايحين على على الرايت, سو هيدي ترو, اول وحده ترو. ام ار ايكوال ام او, هل ام ار ايكوال ام او؟ هات لنشوف. اول شيء بدي اشوف اذا هن سيم دايركشن. سيم دايركشن يعني بارلل او سيم ستريت لاين. هل هو البارلل او سيم ستريت لاين؟ لا هن بارلل ولا هن سيم ستريت لاين, بس تطلع وحده مش مظبوطه, يعني السيم دايركشن مثلا ما تامنت, خلص هول مش ايكوال فيكتورز. ماشي, حتى لو كانوا قد بعض من حيث الماجنيتيود, يعني حتى لو كان عندهم سيم ماجنيتيود, but they do not have same direction so they are not equal vectors. هيدي فولس لانه عندهم different direction, مش parallel ولا same straight line. هل ام او ام او ايكوال ار اي؟ فيكتور ام او از ات ايكوال تو فيكتور ار اي؟ هول parallel يعني same direction ونفس الطول يعني same magnitude, بعد اللي same sense. هات لنشوف, من الام للاو نزول, الار اي من الار للاي طلوع, هول opposite sense يعني false, مش equal لبعض, false لانه عندهم opposite sense ما عندهم same sense. هل ام او ايكوال ار اي؟ هل ام او ايكوال ار اي؟ Yes, as distance, because we do not have vectors here, so we are talking about a distance, about a magnitude, about a length. عم نحكي عن مسافة هون لأنه ما في شعار الفيكتور. مسافة الـ MO قد مسافة الـ RA حتى لو كانوا بعكس بعض, فهيدي true. MT equal RT, هات لنشوف. فيكتور MT equal فيكتور RT. الـ MT هيك والـ RT هيك. أول شيء هن على نفس الخط, يعني same direction. برجع بذكر سيم دايركشن يعني يا سيم ستريت لاين يا على نفس الخط يا هم يا بيكونوا بارلل. ام تي وار تي هن على نفس الخط يعني سيم دايركشن. ماشي, هل عندهم سيم لينث؟ ام تي قد الار تي مظبوط سيم لينث, بس هل عندهم سيم سنس؟ ام تي نزول, ار تي من الام للتي نزول, من الار للتي, ما اسمها هي ام تي يعني من الام للتي, هيدي اسمها ار تي يعني من الار للتي, هيدي طلوع, فهن بعكس بعض السنس هون, يعني هم مش ايكوال لبعض. هيدي فولس because they have opposite sense, عندهم اتجاه معاكس, فهن عندهم وجهة معاكسة مش اتجاه, قلنا الاتجاه هو نفس straight line او parallel. هل تي او ايكوال تي اي؟ تي او ايكوال تي اي, كمان هيدي فولس. أول شيء عندهم same direction يعني نفس الخط مظبوطة, والتي او equal تي اي as distance as magnitude مظبوطة, بينما بالنسبة للسنس تي او نزول تي اي طلوع مش same sense هول, فهيدي false. لازم يزبطوا الثلاثة same direction و same sense و same magnitude ليصيروا equal vectors, false لأنه عندهم هول opposite sense. تي ام equal تي ار, هات لنشوف إذا تي ام equal تي ار. هل تي ام equal تي ار؟
لحظة، بده فيكتور ولا ديستانس؟ هون هيدي ديستانس، ما في فيكتور. تي ام ايكوال تي ام قد تي ار، ايه از ديستانس، ايه بيمشي الحال. فاذا هيدي ترو لانه معاش الي علاقة بالسنس او بالما او بال بالدايركشن، بس يكون فيش فيكتور، بس يكون فيش فيكتور بيهمني بالمسافة بس. تي ام قد تي ار بالمسافة. عم يقول لي ام ار اند اي او ار اوبوزيت، ام ار اند اي او ار اوبوزيت فيكتورز، مظبوط. هات لنرجع للديفينيشن للاوبوزيت فيكتورز. تو فيكتورز ار اوبوزيت اف ذي هاف، هات لنشوف. تو فيكتورز ار اوبوزيت اف ذي هاف سيم دايركشن، بده يكونوا بارالل بالاول او كونفاوندد، سيم ماجنيتيود بده يكون نفس المسافه، اوبوزيت سنس بده يكونوا بعكس بعض. اول شيء هات لنشوف اذا عندهم سيم دايركشن يعني بارالل. هل الام ار والاي او هاف سيم دايركشن؟ هات لنشوف. هل الام ار والاي او هاف سيم دايركشن؟ هل هن بارالل؟ هل هن نفس ستريت لاين؟ لا، يعني هون مش اوبوزيت فيكتورز، بس تكون وحده مش مزبوطه من هو ثلاثه، يعني خلص بطلت الجمله مزبوطه. هون ام ار اند اي او هيدي فولس بيكوز ذي do not have same direction، مش parallel ولا على نفس الخط، فمعاش فيني احكي عن opposite vectors. OR و AM هات لنشوف. ال OR equal AM، vector OR equal vector AM، OR equal AM as vector false، لانه عندهم opposite sense. هيدي السنس تعولي على الرايت من ال O لل R ومن ال A لل M على الليفت، هيدي فولس لانه عندها اوبوزيت سنس. او ام ايكوال ار اي، هات لنشوف. او ام ايكوال ار اي ترو، هيدي لو ام والار اي عندهم سيم دايركشن لانه بارلل، وسيم سنس لانه اثنيناتهم طلوع، وسيم ماجنيتيود لانه نفس المسافه، فهيدي ترو، تحققوا ثلاث شروطه. الار اي ايكوال او ام، هات لنشوف اذا الار اي ايكوال او ام از ديستانس عم بيحكي هون. R A equal O M true. M R equal O A. M R equal O A. هل هول قد بعض؟ بالمسافة عم نحكي مش بالفكتورز. هيدا parallelogram. وين بيكون عنا نحن diagonals are equal؟ Diagonals are equal when we have a rectangle or a square. Here it is a parallelogram. It's not a rectangle nor a square. So the diagonals are not equal. يعني الهون ال M R equal O A is false. Now we have a rule, you have to study it, that the sum of two opposite vectors is equal to zero. To zero vector. كل خط